مرحبا بكم معنا في برنامجكم زين وزين اللي كي ياخدكم في عالم الجمال، وفي كل حلقة كنحاولوا نعطيكم نصائح عملية من عند الأخصائيين ديالنا. غنتكلموا في بداية الحلقة ديالنا على طرق جديدة للبرونزاج اللي ما كنحتاجوش فيها أننا نجلسوا تحت أشعة الشمس واللي كتعطي نتائج مرضية. أما غيزلان في هذه الحلقة فغتاخدنا في مغامرة جديدة وغادي تجرب لنا اون سيونس دو راديو ترينينغ. خليوكم معنا باش نكتشفوا هاد الرياضة أكثر. وبطبيعه الحال وكما كل حلقه عندنا لو غلوكينغ، وفي هذه الفقره غادي نكتشفوا جميع مشاركه جديده والنتائج اللي حصلت عليها. ولكن قبل من هذا الشيء كله نمشيو نشوفوا الجديد في عالم جمال. إيف غوشي رقم واحد في علاجات الوجه في فرنسا لاحظ ان الترطيب هو اول خطوه لجمال المراه. داكشي علاش مختبرات إيف غوشي وضعوا برنامج محدد موجه لجميع البشرات، وهي مجموعة إدغا فيجيتال مليئين بلا سيف فيجيتال. العلاجات تتوفروا على شكل حليب أو جيل مائي للتطهير وإزالة المكياج. تنوجدوا كذلك كريم غنية وهلام خفيف معالج، والمنتوج اللي طار انتباهنا كتير هو البوستر ديدغاتاسيون أو محفز ترطيب. خلال ثواني قليلة الجلد تسترجع المظهر الصحي ديالو وتنحسو بإحساس جميل ديال البرودة والعذوبة. الصيف الشعر هو أكثر عرضة لأضرار الشمس، الملح، الكلور وكذلك الغسيل بشكل مكثف. ولكن لحسن الحظ علاجات سولار سوبليم ديال لوريال بروفيسيونيل تقترحوا مجموعة علاجات جديدة لحماية الشعر المصبوغ والمتضرر. في البرنامج تنوجدو لو شامبوان، علاج الزيت أبري سولي اللي تغذي الشعر بعمق باش يقاوم الجفاف والأكسدة، بلا ما نساو محلول الحليب المركز بالفيتامينات لاستعادة الحركة في الشعر. أركانسيل هي علامة فرنسية متخصصة في المكياج منذ 1953، واليوم دخلت المغرب. هي تتقترح لنا كنوز كثيرة من ضمنها الماسكارا كاباغي الشهير، خارج عن المعتاد تقدم النساء نظرة جذابة، فهو فعال على المدى الطويل فتقدر يقبض حتى 8 ساعات. مليء بالأسباغ هو كذلك شديد وسميك لخلق التأثير المطلوب، وبواسطة الفرشات إفي فوسيل والظلالات ديالو بـ8 هو الماسكارا المثالي للرموش القصيرة اللي تحتاجو لفوليوم. الكل لازم ينتبه لواحد الابتكار كبير وهو سوبليم موس ديال لوريال باري اللي تتعيد اختراع طقوس صباغة الشعر. هاد الصبغة اللي تتقام بها في البيت هي كلها مزايا، فتتوضع بحال شامبوان وتتوفر اللون الطبيعي، حين أنها تتغطي كاع الشعر الأبيض. ولأن التركيبة ديالها هي على شكل رغوة تستعمل فوق شعر ناشف، فما تتسيل لا على العنق ولا وسط الأذنين. الألوان المقدمة كلها مشرقة وجذابة، فمن الصعب اتخاذ قرار أي لون تنفضلو أكثر. كنعرفوا جميع بلي الشمس عندها منافع كثيره على الصحه والبشره ديالنا، ولكن الا جلسنا فيها لمده طويله يمكن لها تسبب في اضرار وامراض البشره ديالنا. وباش يكون عندنا انتان برونزي طيله العام بلا ما نضروا البشره ديالنا وباش نتجنبوا ليكسبوزيسيون في الشمس، كنوجدوا في الاسواق دي كريم اوتو برونزانت، وكاينين حتى دي سنتر دو برونزاج. نتعرفوا على هاد الطرق اكثر. فصل الصيف حل ومع حلات أيام الذهاب للشاطئ والاستمتاع بالبحر والكثير من الناس، فهو المناسبة لأخذ حمامات شمس. ولكن لأن أشعة الشمس ولو أنها منبع لفيتامين دي فيمكن تكون مضرة، داكشي علاش البرونزاج عنده كذلك القواعد ديالو، كيف ما غادي تشرح لنا الدكتورة سلمى زايد مختصة في طب الجلد. البرونزاج من الاحسن لحبتها انه يكون تدريجي، يعني نهار الاول غادي نمشيو 10 دقائق وكل نهار غادي نزيدو شي شويه اكثر. كاين الوسائل اللي تساعدنا على هذا البرونزاج التدريجي، في بعض الحالات يمكننا ناخذو نساعدو بمواد كناخذوها منها الكاروتين اللي تيكون بحال دابا في الجو دو كاروت، ولا اللي كناخذوه في لي جيلول كنمشيو نشريوه في الصيدليه. كاين فيتامين بي، كاين كاع في بعض الحالات الناس اللي عندهم حساسيه كبيره تيخصهم 3 ولا 4 اسابيع قبل الاشعه الاولى تيخصهم يمشيو ياخذوا كاع مضاد للملاريا لا نيفاكين، واللي كتساعد على داك الدخول في فصل الصيف بالنسبه للجلد ديالهم. لي كومبليمون اليمونتير سكون لابيل دوك لي كابسولات اللي كنحضروا بهم البشره بوغ لو برونزاج، سي دوك لي كابسول تيحميونا من التعرض
لأشعة الشمس تتوقينا من لا ديزيدراتاسيون وكتساعد على لا برولونغاسيون سيتادير داك ليفي برونزاج باش تيطول ومصنوعين من مواد طبيعيه داكشي اللي تناكلو سواء لا بيكاروتين سواء لي طومات سواء لو سافرون ايبيلي زعفران شعره الحر. عدد كبير من النساء والفتيات تلتجؤ لاستعمال محلولات البرونزاج المصنوعه في البيت او المتواجده في الاسواق. شنو هي مدى خطوره هذه المستحضرات؟ طبعا كاين بزاف المحلولات اللي هي ولو انها طبيعيه بحال اللي تنقولوا، ولكن بحال نقولوا الحامض كنخلطوه مع الزيت، الاكثر زيت ارغان، الخل، واحد مجموعه من المواد اللي فعلا ملي تديرها كتقبض الشمس بسرعه، حيت كتقلي بحال قلتي كتقلي داك الجلد ديالك، ولكن هادشي خطير على الجلد لانه تنسبوا في واحد السرطانات، وما كاينش غير السرطان، كاين ان الانسان تحرق تولو عنده شي بقع. وكاين كذلك فئة كبيرة من الناس ما تتسناوش فصل الصيف للحصول على اللون الذهبي اللي الكل تيطمح ليه، ولذلك فكاين مستحضرات بحال لي زوتو فونزون اللي نقدروا نستعملوا في البيت. اجيو نكتشفوا اكثر على هاد المنتوجات. كاينين مستحضرات بديلة للشمس بيان سور، هما سكون ابل لي زوتو برونزون. Alors les autobronzants, هادو تا هما ils sont naturels. Les composants ديالهم من الحنا، من الكراميل، من le safran épilé, c'est-à-dire زعفران شعره الحر، او à base de carotène, bicarotène. Alors هاد les autobronzants تنستعملوهم يوميا، c'est-à-dire يوميا تتعود هذا لابليكاسيون سيدا جورنالي جوسكا سكيل ريسون بان لو تان اللي بغات تحصل عليه هو هذاك، سواء الفا ديوري سواء اون سيمين حتى ل 10 جور. البديل الثاني لحمامات الشمس هو آلات السولاريوم او لي كابين اي يو في، اللي هي اله تحتوي على اشعه الشمس لمنح البرونزاج، لكن الناس اللي تيكون عندهم بشره حساسه او اكنيك لازم يبتعدوا على هذه الاشعه. فاش كتجي السيده لاول مره، اول حاجه كنقوموا بها هي التشخيص، لان تقدر تجي عندنا السيده اللي فيها لاكني اللي هويا كثير بزاف في ظهرها، ولا عندها تاتاش كبار في هاد لوكا، هادي ما كنقدروش نديرو ليها سولاريوم، وحتى الشمس العاديه راه صعيبه على الذات ديالها. بالنسبه لا دوري فعلى حسب لا كليونت، الا كان عندنا لا بو بلانش فمن 10 حتى ل 15 مينوت، الا كان لا بو مات من 15 حتى ل 25، اي على حسب لي سيونس اون بو زعما اون بو فير جوسكا 30 مينوت، يا با سوسي. ولا كليونت تقدر تجي جوج حتى ثلاثه المرات في الاسبوع على حسب النتيجه اللي بغات توصل لها. السيدات اللي تلجؤوا لهاد التقنيه هما اللي تيبغيو يحصلوا على نضاره على طول العام، او لا تيبغيو يديروا بعض الحصص للتحضير لفصل الصيف، بلا ما نساو السيدات المحجبات اللي حتى هما تيبغيو يحصلوا على ان تان الي. فدابا ما بقات حتى شي تقنيه ديال لو برونزاج تتخفى عليكم، دونك توت افو مايو. فقرة غران تيست لهذا الأسبوع، غيزلان جربت لنا اون سيونس دو كارديو ترينينغ اللي هي عبارة عن رياضة لتقوية القلب والأمعية الدموية، واللي كتمارس في لي سال دو سبور باستعمال دي ماشين. نشوفوا الريبورتاج باش نتعرفوا عليها أكثر. المشاكل الصحية متعددة، داكشي علاش اليوم غنقترح عليكم واحد التقنية اللي غتحد لنا من جميع المشاكل القلبية. هاد التقنية هادي كتسمى لو كارديو ترينينغ. ما نطولش عليكم، أجوا معايا. معنا اليوم جهاد كوتش سبورتيف اللي غادي يشرح لنا اكثر على لو كارديو ترينينغ. جهاد بونجور. بونجور جهاد، شنو هو لو كارديو ترينينغ؟ لو كارديو ترينينغ هو مجموعه من لي زاكتيفيتي دون ديرونس. كنعرفوا بانه كيحسن لنا من اللياقه البدنيه ديالنا، كنقصوا من الوزن الزائد ديالنا حتى هو، مي بالنسبه للصحه ديالنا كنعرفوا بان كارديو تيقال القلب، اشنو كيزيد لنا القلب ديالنا؟ الاساس ديال الكارديو ترينينغ هو يعني كنحاولوا نعطيو النفس طويل، ومن ناحيه ديال القلب يعني كنحاولوا على حساب لي كليون يعني الزبائن ديالنا كنحاولوا نتادابطاو مع شاك كليون
باش نحاولوا نشوفوا لي بروبليم دو سونت اللي عنده ونحاولوا نقادوا نبضات القلب ونمشيو هاد الشيء علاش تنتبازاو لي بروبليم دو سونتي ديال شاك كليون. دونك بالنسبه للكارديو ترينين كيجيو لي كاع الناس اللي عندهم مشاكل صحيه اللي ما كيقدروش يديروا رياضات اخرى كيقدروا يديروا لو كارديو ترينين. الناس كاملين واخا ما يكونش عندهم مشكل كيقدروا الكارديو ترينين. يعني الكارديو ترينين هو انصومبل دي زاكتيفيتي سون بوالو بلا الوزن الثقيل. بلا وزن ثقيل يعني الناس اللي عندهم هدف ديال تحسين اللياقه البدنيه وكيبحثوا اكثر على الرشاقه. وبالنسبه للناس اللي بغاو يحدوا من مشاكل القلب في المستقبل واش كتنصحهم يديروا هذا لو كارديو ترينينغ؟ كارديو ترينينغ افضل وسيله باش يبعدوا على امراض القلب ولتحسين نبضات القلب. ندوزو لو كور. ندوزو مرحبا. دابا الجهاز كيفاش تقدر تسر لينا؟ داكوغ لا دابا اون فا كومونسي باغ لا مارش. نورمال. واو ريستي دغوات نو كو لا مارش غير لا مارش. جو في كو مارشي وبقى ظهري مقاد. ظهرك مقاد. دابا هاد لو كور هذا شحال مرة خاصنا ناخذو في السيمانة؟ نورمالمون باش نبداو نستافدو من الكارديو نورمالمون مينيموم 3 فوا باغ سومين. و لو كور شحال كيبقى؟ هنا درنا 20 مينيت نورمالمون باش نبداو نستافدو لو كور ابخي 30 مينيت ديال الكارديو عاد باش يبدا يفرز دي زورمون كيبدا يستافد من الرياضة. الوغ نورمالمون لي كليون تعطيهم 30 مينيت كنعطيهم 20 مينيت في تابي و 20 مينيت فيلو و 20 مينيت في كروس. وبالنسبه للمنافع ديال هذا الكارديو ترينينغ تقدر تسنى اكثر شنو هما المنافع ديالو على صحه الانسان؟ اول حاجه اللي كتشوف الكارديو ترينينغ كيكون الانسان في لياقه بدنيه مزيانه وكيكون في نبضات قلبيه مستقره وكيولي واخا كيدير ايفور كبير نبضات القلب تيبقاو مستقرين الوغ ما كيبقاش داك الاحساس بالتعب. الاحساس بالتعب وماشي غير واخا غير تحرك شويه كيبدا يحس بقلبه كيضرب بزاف الوغ كنحاولوا نفيكسيو نبضات القلب في واحد على حساب لاج ديال شاك كليون كنشوفوا النيفو المخصوص دي باسي. داكوغ وبالنسبه للناس اللي عندهم ديجا مشاكل ديال القلب كيفاش كتعاملوا معاهم؟ الوغ هذوك اول حاجه ضروري كان خصنا نعرفوا لاج ديالو وخصنا نشوفوا اول حاجه الطبيب ديالو كنشوفوا الفيش ميديكال ديالو باش نحاولوا نتادابتو مع الحاله ديالو. وشكون الناس اللي ما يقدروش يديروا هذا لو كارديو ترينينغ؟ نورمالمون اون جينيرال الناس اللي ما كيقدروش يديروا الكارديو ترينينغ وكنصحوهم بالاكواجيم والسباحه اون جينيرال هما الناس اللي تيكون عندهم بروبليم ديال السياتيك ولا تيكون عندهم ليغني هادو الناس كاين دي كا اللي كنصحوهم بالسباحه. وبالنسبه لهذا الكارديو ترينينغ قلنا بانه عنده منافع كثير على الصحه بالنسبه للناس اللي باغيين باغ اكزومبل ينقصوا من الوزن الزائد ديالهم. طبيعه الحال انت دابا تتمشاي وانت دابا كتفقدي دي كالوري طبيعة الحال كيساعدنا بطريقه كثيره بوتيره سريعه باش نفقدوا الوزن. وبالنسبه لي باغ اكزومبل انا ما عنديش مشكل ديال الوزن الزائد ولكن بغيت نمسكلي لو كور ديالي. داكوغ في هذه الحاله لا من بعد الكارديو كنحاول نعطيك واحد 40 من الكارديو ومن بعد كنتوجو لي دي زيكزيرسيس رونفورسمون ميسكولار. دابا جهاد اشنو هما لي ماشين اخرى اللي نقدروا نديروا فيهم لو كارديو؟ نقدروا نديروا كارديو ترينينغ في الفيلو. اون ليسي؟ وي. جهاد اشنو هو المنافع ديال هاد لو فيلو؟ داكوغ الفيلو هو اللي كيعطينا لو ريتم اللي كنتمشاو به في لي زوطخ ماشين هو اللي كيكون عنده الفضل الكبير في لي كور باش نقدروا نديروا لي كور نقدروا نديروا كل شيء بلا ما نحسوا بداك لافاتيك. وبالنسبه للجسم ديالي اشنو غادي نمسكلي لي جون الفيسيي لو فونتر كل شيء خدام. داكوغ وبالنسبه للتابي اشنو زادني في الجسم ديالي اشنو خدمت في الجسم ديالي في التابي؟ التابي خدمتي لو كور كامل غير هو الفرق ما بين الفيلو والتابي هو ان الفيلو كنخدموا فيه على يعني كنخدم على لو با لو با او لونديرونس. داكوغ و لو فيلو حتى هو بحالو بحال لو تابي. الفرق ما بين الفيلو والتابي هو ان هنا في الفيلو واخا كنقدروا نديروا اكثر ديال الوقت ما كيكونش الفريكونس كاردياك كتكون نازله شويه ما كنديروش ايفور كبير بحال التابي. دونك في التابي كنخدموا اكثر القلب. كنخدموا اكثر. داكوغ دابا بالنسبه ليا جهاد تشوف كيجيني هذا الشيء ساهل بزاف ما كنحس بوالو بحال كنلعب
لا كاين دي نيفو كنقدروا نزيدوا في النيفو وكاين دي بروغرام اللي كنقدروا نديروهم كيف قلت لك على حساب شاك كليون لو كا ديالو لوبجيكتيف اللي باغي هو. دونك بالنسبه لشي واحد اللي عنده وزن زائد كنصعبوا عليه المهمه باش كاين برنامج هنا في تبورن الوغ كنديروا له هذا البرنامج هو صعيب شويه ماشي عادي باش كنديروه ليه باش يساعدوا على حرق الدهون اكثر. هو برنامج متخصص في حرق الدهون. داكور دابا انت كتشوف لا كليونت كتجيب معاها فيش ميديكال واول حاجه كنشوفوا لوبجيكتيف ديال لا كليونت اللي جي لو كليون خصنا نشوفوا لوبجيكتيف واش بغى لونديرونس ولا بغى يطيح من الوزن الزائد ولا بغى يمسكلي لي بارتي دي بارتي في الجسم ديالو وانت كتشوف على حسب كل كا وكنتحاولوا نتعاطاو مع داكشي ديالو لوبجيكتيف اللي باغي هو. كما شفتوا معايا لو كارديو ترينين فهو كيتضمن عدد كبير من لي كور منها تحسين نبضات القلب ديالنا اللياقه البدنيه لو رونفورسمون موسكولير وكذلك نقص الوزن الزائد ديالنا وما كيتضمنش غير الناس اللي عندهم لي بروبليم كارديو وكذلك الناس اللي ما عندهم حتى مشاكل بحالي. كنتمنى السوجي ديال اليوم يكون عجبكم اتري بيانتو. وصلنا لفقرة لوغ لوكينغ للأخصائيين ديالنا كيبدلوا المجهود ديالهم باش يبدلوا اللوك ديال المشاركة من الشعر للمكياج حتى اللباس. خليوكم معنا باش نشوفوا النتيجة اللي حصلت عليها مشاركة اليوم. دنيا من الدار البيضاء سن 23 سنه جيت اليوم باش ندير ان غلوكين كونسيرنون لي فيتمون ديالي باسكو كنلبس بزاف لو نوار لو غري لو مارون كنلبس بزاف الالوان الغامقه ودابا بغيت نعرف شنو هي الالوان اللي تكون على مود وتقدر تجي لي مع لا كولور دو ما بو. كونسيرنون مي شوفو عندي الوان بزاف في شعري وبغيت ندير شي لون اللي يكون متناسب مع اللوك الجديد ديالي وكذلك التقطيعات هي تكون مناسبه مع اللوك الجديد ديالي. دنيا هي فتاة تبلغ من العمر 23 سنة وهي التجأت لنا لأنها في البحث على عمل فتتحتاج لمظهر جديد يزيدها ثقة بالنفس الشيء اللي غادي يساعدها في عملية البحث وهذه الرحلة نحو النجاح نقطة الانطلاق ديالها هي كالعادة صالون التجميل. اليوم جات عندنا دنيا بغات تلقى الحل ديال شعرها شعرها متضرر بزاف وعندها بزاف ديال اللوان في شعرها والحل ديالها غادي نديروه لها ان شاء الله عندها لاغاسين ان بو فونسي وفي لا لونغور ديالها مضرر ليها بزاف غنديروا ليها اميل اكليرسيسون في لاغاسين وفي لا لونغور غنديروا غنالونجيو غنديروا ان شامبون كولورون وغنديروا ليها دي كيلكو فلاش باش يتفتح ليها شويه الشعر ديالها وميم اوسي تفتح ليها حتى البشره ديالها حتى هي غادي تفتح. خبير اللون لاحظ تعدد الالوان في شعر المشتركه كما انه لاحظ ان شعرها متضرر فالحل الامثل باش نغيروا لو لوك ديال دنيا وفي نفس الوقت نحافظوا على طبيعه الشعر هو ان كولوراسيون على ثلاثه ديال المراحل. اول مرحله تبدا بوضع زيت التفتيح او ما تتعرف بان ويل اكليرسيسونت هاد الزيت غادي يساهم في تفتيح لون الشعر حتى لدرجه ونصف وغادي نعتمدوها خاصه فوق لي غاسين اللي اللون ديالهم مغلوق. المرحلة الثانية الهدف منها منح البريق وتسليط الضوء على الشعر وعلى وجه المشتركة لإعطائها مظهر صيفي وصحي وهذا الشيء تنحصلوا عليه بواسطة ديماش على طريقة الفلاش. أما باقي الشعر فغادي نوضعوا له ان شامبوان كولوران باش نحصلوا على لون موحد كما أن من مزايا هذا الشامبوان أنه ما تحتويش على الأمونياك فما غاديش يجعل الشعر يتضرر. بعد ما سالينا لا كولور دابا ندوزو لا كوب وكيف ما شفتو عندها لي لونغور شويه سونسيبيليزي ونا ديسيدي انا ودنيا باش نحيدو كاع دوك لي بارتي كي سون سونسيبيليزي وبغات دير شي كوب اللي تكون ساهله في البروشينغ وما ما تحاولش دير البروشينغ شاك سيمين وديسيدينا انا ودنيا باش نديرو ان اسبري ان بو كاري بلونجون ليجيرمون ديغرادي للور باش ما يتنفخش لها بزاف فاش ما ديرش بروشينغ.
بعد مرحلة اللون تجي مرحلة القصة، فكيف ما شرح لنا أمين من الأحسن التخلص من لي بوينت المتضررين. كثير من الناس تيخافوا يقطعوهم باش ما يقصرش لهم شعرهم، لكن الشعر تيبقى باهت وما عندوش مظهر صحي. بالنسبة لدنيا اللي كانت ترغب بأن لوك عصري، قرر الأخصائي يدير لها اون كوب قصيرة شيئا ما ليجيرمون ديغرادي من الوراء. هذا المظهر هو مثال لفصل الصيف اللي هو فصل الحر وفين تنفضلوا القصات القصيرة. اما من ناحيه الكوافاج فغادي يصبح من السهل على دنيا تمشطها كيف ما بغات. هنا معنا دنيا جات باش تبدل المظهر ديالها، هنا غنديروا لها ان مكياج خفيف باش تحاول حتى هي دير نفس الشيء، وفي نفس الوقت ما يتبدلوش لي تري ديالها، وفي نفس الوقت بالنسبه للوقت ديال البرينتون ليتي مزيان انه دير دي كولور باستيل بور لو جور. اول ما غادي تبدا به زهيره بالنسبه للماكياج هو لو فون دو تان باش توحد لون البشره ديال دنيا. لو تان لازم يكون دائما درجه ناقصه او درجه زايده على لا كارناسيون ناتوريل على حسب شنو تتفضل السيده. من بعد غادي ننتقلوا لمنطقه العينين. تتبدا الخبيره برسم العين بان فاغ مارون اللي تتحدد به لو كونتور ديال المساحه المتحركه للجفن. زهيره استومب لو فاغ وتتم باخراجه باش العين توسع. دابا تنمروا الوضع لي باس باستيل كلير خصوصا تحت الحاجب. اللون اللي استعملناه هو ليجيرمون ايريزي لغرض جلب الضوء. بعد ذلك تنستعملوا اللون النحاسي فوق لا بوبيير اللي غادي تحط فوق منه اللون الاصفر اللي دارج كتير هذا الموسم. تنعاودوا نحددوا العين بالظلال الغامق الميل البني، والان تندوزوا لتكحل العين بالكحول الاسود. زهيرة تتوضع لانتيسير لتغطية الهالات السوداء، وكذلك تتوضع اون بودغ ليجيرمون برونزي فوق الوجنتين للحصول على النضارة، وان بودغ افتح فوق لا زون تي ديال الوجه. الخبيرة تتوضع لو ماسكارا باللون الاسود للحصول على رموش جميلة وكثيفة. بالنسبة للفم فتيتم رسم لو كونتور بان كريون ليفغ قبل ما ندوزو لعملية وضع احمر شفاه اللي اختاريناه باللون الوردي غوز بونبون للحصول على فم شهي. لو غلوس تستخدم من اجل الحصول على اللمعان، والعملية الاخيرة هي لو فاراجو بلون الخوخ. فقرة ستيليزم ديال اليوم هي عبارة على جولة في عالم صيحات هاد الموسم. فلي طوندونس ديال هاد الفصل هما كتار من ناحية الألوان لي تيكستور وكذلك لي كوب. شاهدوا معنا هاد ثلاثة ديال النماذج اللي غادي ترتدي دنيا. أول لبسة اللي تتشوفوا معنا هي عبارة على اون غوب بيج ماكسي. مع حلول فصل الصيف الفساتين الحريرية الطويلة تترجع بكثرة، وغالبا ما تنصبحوا نميلوا للون الابيض والمشتقات ديالو. لكن اللي تعطي طابع خاص لهذه الكسوه هي لا جوبا اوغلي اللي تتكون اسيمتريك، بمعنى انها اقصر من الامام واطول من الوراء. باش نزيدوا واحد اللمسه مريحه تتم ادخال اللون الاصفر على هذا اللوك. فكيف ما تتشاهدوا تنوجدوه في لا سانتور العريضه وكذلك في لي ساندال كومبانسي. لا بيتيت فيستون جين دي لافي هي صالحه لكل زمان ومكان. اما من ناحيه لي اكسسوار فوضعنا دو سوتوار باللون الذهبي والابيض، ان براسلي اثنيك دوري، وحقيبه مستوحاه من نفس الالوان. ثاني مظهر غادي تتالق به دنيا هو ذات شياكه خاصه، ويمكن لها تعتمدو في مجال الشغل او لغرض الخروج. هو عباره على سروال سليم بالازرق الغامق. هذا النوع ديال سراول كل سيده لازم يكون عندها واحد في الخزانه ديالها. مع هاد السروال لبسه دنيا قميص بالموسلين، اللون ديالو هو الازرق باستيل. وكيف ما غادي تكونوا لاحظتوا الوان باستيل اللي هما الوان الرومانسيه والانوثه هما كذلك الوان هاد الموسم. وضعنا كذلك اون فيست ان كوير كامل وصمته رقيقه افيك اون بوكل دوري. هاد اللوك البسيط والانيق في نفس الوقت قررنا نوضعوا معاه كعب عالي بالوان عديده ان دان. بالنسبه للاكسسوارات فاكتفينا بحقيبه بلون لا شوميز وبحلقات تذكروا كذلك باللون الأزرق.
تونيو الأخيرة في فقرة اليوم هي بلو جون وتتناسب الفتيات اللي في عمر دنيا، فهي مزيج ديال لي طوندونس. اولا تنوجدوا لو مارسيل باللون غري ميتاليزي، والالوان اللامعه ما كانتش غير صيحه فصل الشتاء، لكن نقدروا نلبسوها كذلك خلال الفصول الحاره. مع هذا لو مارسيل لبست دنيا انجين باللون الوردي الفاتح، هذا اللون الجميل صبحنا تنشوفوه دو بلوز اون بلوس هاد السنين الاخيره، بحيث انه دخل في خانه لي زان دي مودابل. لا توش فان هي ادخال لون فوشيا على هذا لو لوك، فلا طوندونس كولور بلوك يمكن لها تمزج مع لا طوندونس باستيل بدون اي اشكال. هاد اللون الساطع تنوجدوه في الحذاء، في لي شارب، وكذلك احاءات منه في لي بوردور ديال لا بوشيت. كاكسسوار عندنا ان كوليي كبير باللون الفضي المرصع باحجار بنفس اللون، وكذلك ان براسلي اون اسير. اليوم ساليت الغلوكين ديالي، عجبتني تقطع ديال الشعر وعجبني حتى اللون اللي درت، و بليسك دابا ولات على مود هاد لا كوب دو شوفو. عجبتني حتى الطريقة اللباس ديالي، لحقاش دابا وليت اكثر جرأة في اختيار الالوان. اما بالنسبة للمكياج فجاني سهل، يعني نقدر نديرو بوحديتي، وكذلك الالوان اللي استعملت جاتني صيفية يمكن نديرها يوميا. كل حلقه كنحاولوا نجاوبكم على الاسئله اللي كترسلوا لنا، كيما غادي نجاوبوا لطيفه اللي عندها 34 عام وعندها اون بوش صغيره وبغات تعرف كيفاش يمكن لها تكبرها بالمكياج. اولا كنستعملوا قلم ديال لو كونتور دي ليفغ اللي كنوضعوه فوق لي ليفغ بشي شويه باش نكبروهم، من بعد كنوضعوا احمر الشفاه ولمسه ديال الجلوسوس لي ليفغ باش نكبروهم. حلقة زين وزين لهذا الأسبوع سالات، نتمنى أنها تكون عجبتكم، وما تنساوش راسلونا إلا بغيتوا تشاركوا معنا في الغلوكينغ، ولا بعتونا الأسئلة ديالكم اللي غادي نجاوبكم عليها. إلى اللقاء ونتلقوا الأسبوع المقبل.